لا يعرف معنى السلام إلا من عاش وشهد حالة التطور والتنمية في بلاده بعيدا عن حلقات الصراع والكراهية والعداء. فالسلام الدائم والشامل هدف تمكنت مصر من تحقيقه عقب نصر أكتوبر عام 1973 ليكون نهاية لعهد الحروب وبداية لعهد السلام للمحافظة على الحقوق المستردة. في إبان توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، دعت القاهرة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام لمعاهدة السلام، ولكنها دعوات لم تجد صدى في عقول الكثيرين، وتوقف أمل إحلال السلام العادل والشامل الذي نادت به مصر لدول المنطقة كافة. حتى جاء اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل ليكون بمثابة إلقاء حجر في بحيرة راكدة منذ أكثر من 4 عقود. إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير، ولا يسوء أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم. وبكل صراحة وبالروح التي حدت بي إلى القدوم إليكم اليوم، فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. خطاب الرئيس الراحل أنور السادات أمام الكنيسة الإسرائيلية حمل أقوى الرسائل للإسرائيليين في تعاملهم مع العرب لوقف سياسة الغزو، والتأكيد أن السلام العادل هو الذي سيحقق لهم الأمن وسيجلب لهم الحقوق عبر التفاوضات والوساطات الدولية والحلول السياسية. ما أفضل توقيع اتفاقية كامب ديفيد التاريخية بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية بشكل يحفظ الحقوق ويرسي السلام ويعزز من دعم القضية الفلسطينية. فالرغبة المصرية الحقيقية في السلام اعتمدت دوما على أن حل القضية الفلسطينية يعد حجر الزاوية والعنصر الأساسي لحل كل الاضطرابات بالمنطقة. تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والمركزية في قلب وعقل كل عربي، وإنه لمن دواعي الأسف أن تستمر عصية عن الحل على مدار عدة عقود. ومع استمرار هذا الوضع الذي نرفضه جميعا، تتصاعد حدة ووتيرة الأزمات التي تعاني منها الدول العربية والعالم بأسره. من يرغب في السلام هو من يعرف كيف تبنى الأوطان، فالسلام كالحرب معركة لها جيوش وحشود وخطط وأهداف، يفوز بها فقط من يرغب في مشاهدة علم بلاده خفاقا ليفتح الطريق أمام أجيال قادمة لا تسعى إلى مزيد من الحروب، وإنما إلى مزيد من التفاهمات التي تحقق للجميع التقدم والازدهار.